السلام عليكم ورحمة الله. طلاب، اليوم عندنا درس جديد اللي هو جمع العدد مع نفسه. جمع العدد مع نفسه، لو أضوع على هاي الإيدين، هاي خمسة وهاي خمسة، قد راح يساوي؟ أكيد راح يساوي لي عشرة. فنجي نكتب العدد مع نفسه اللي هو خمسة زائد خمسة، خمسة زائد خمسة يساوينا خمسة زائد خمسة. طلاب، لو أجي أقول عندي هاي خمس أصابع وهاي خمس أصابع، خمس أصابع وخمس أصابع، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، عشر أصابع. إذا راح يصير العدد شنو؟ راح يصير عشرة. راح يصير العدد شقد؟ راح يصير عشرة. أوكي طلاب، فأجي هنا أضوع على هاي الإيدين اللي هي عبارة عن خمسة أصابع وخمسة أصابع وأصبع واحد، يعني هنا أنا خمسة وهنا خمسة، عشرة وواحد 11. فراح أقول خمسة زائد ست أصابع راح يساويني 11. إذن مثل ما علمناكم، خمسة زائد ستة راح يساوينا 11. أوكي طلاب، خمسة زائد ستة راح يساوينا 11. خمسة زائد ستة يساوينا 11. لو أجي على هاي الإيدين اللي هي خمسة أصابع بأربعة أصابع، خمسة أصابع بأربعة أصابع، يعني إيش قد معناتها؟ معناتها ايش قد؟ راح يساوي لنا 9. لما اجي احسب ايدي بهالشكل هذا، هاي اربع اصابع وهاي خمسه اصابع، ورا الخمسه شو يجي؟ 6 7 8 9. احسب من جديد، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اذا 5 زائد 4 يساوي لنا 9. 5 زائد 4 راح يساوي لنا 9. اوكي طلاب، لو اجي هنا زرع محمود خمسه نخلات وخمسه اشجار، يعني هاي خمسه نخلات وخمسه اشجار مع مجموع الشجرات، فحسبوا لي انا 1 2 3 4 5 والشجرات 1 2 3 4 5، فخمسه اشجار وخمسه. فطلاب، مثل ما حسبنا اللي هي خمس نخلات، واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، زائدا خمس شجرات، واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة. فراح يكون الناتج عندي خمس نخلات زائدا خمس شجرات راح يساوينا تسعة، عشرة. صح ولا لا؟ عشرة. حسبناهن بالإيد، عرفنا شلون نطلع العشرة، شلون نطلع التسعة. لو أجي هنا طلاب قايل لي كم عدد الزهرات اللي بالصورة؟ واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، تكتب هنا بالمربع سبعة، ثلاثة زائدا أربعة، ثلاثة ورديات زائدا أربعة سمائيات راح يساوينا سبعة. أوكي، ثلاثة زائدا ثلاثة زائدا أربعة يساوينا سبعة. لو أجي هنا جد ناتج، هنا عندي سمكات أو طيور، دجاج بعد ما ادري، وحده اثنين ثلاثه حمر وثلاثه سمائيات، تكتب هنا ثلاثه حمر وثلاثه سمائيات راح يساوي لنا سته. يعني شلون؟ ثلاثه حمر ثلاثه سمائيات راح شو يساوي لنا؟ سته، راح يساوي لنا سته. لاجل الكرات، هنا عندي كرة القدم واحدة اثنين ثلاثة، كرة السلة واحدة اثنين ثلاثة أربعة، إذا واحدة اثنين ثلاثة كرة قدم وخلي ثلاثة هنا، واحدة اثنين ثلاثة أربعة هنا مال السلة راح يصير مجموعهم سبعة. إذا ثلاثة زائد أربعة يساوي سبعة، ثلاثة زائد أربعة راح يساوي سبعة، ثلاثة زائد أربعة راح يساوي سبعة.
لو اجي لهذا التمرين اللي هو ساعات ثلاث ساعات لونهن يختلف واحد اثنين ثلاثة عن هذا اللون اللي هن ذنبين حمار شوية وذنبين صفر واحد اثنين هنا اكتب ثلاثة وهنا اثنين فراح يصير بهالشكل هذا اللي هو ثلاثة زائد اثنين راح شو يساوي لنا خمس ثلاثة زائد اثنين راح يساوي لنا خمس هنا قايل لي حوط ما تجمع العدد مع نفسه يعني يا عدد اجمعه ويا نفسه يطلع لي الاختيارات بالاختيارات عد ما جمعت الخمسه راح تطلع 12 لو 10 لو 11 خش انا جمعت لكم اياها عملي عندي ذني خمس اصابع وهذني خمس اصابع وحسبوا وياي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اذا راح اختار يا اختيار اختار العشرة فحوطت العشرة زين هنا الستة اذا اجمعها ويا نفسها هنا الستة اجمعها ويا نفسها هنا الستة تجمعها ويا نفسها وتزودها واحد ايش يطلع 13 لو 14 لو 12 اوكي هاي ستة ستة أصابع أوكي ونو بعد أضيف لها ستة يلا احسب ورا ستة شيء سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 وزودها واحد صار إيش قد 13 ننصح له لا أقلها إذن راح أقول ستة زائد ستة زائد واحد راح يساوي لنا 13 ستة زائد ستة 12 زائد واحد يساوي لنا 13 هسه هاي العدد مع نفسه ناقصا واحد العدد مع نفسه اجمع العدد مع نفسه وتنقص له منه واحد السبعة اقول سبعة زائد سبعة ناقص واحد شو يساوي لنا سبعة زائد سبعة ناقص واحد سبعة زائد سبعة ناقص واحد سبعة زائد سبعة أربعة عشر يروح واحد إيش قد تبطي 13 أوكي طلاب وعندي هنا فراغات ثلاثة زائد ثلاثة راح يساوي لنا ست وثلاثة زائد أربعة راح يساوي لنا سبعة خمسة زائد خمسة هم عشرة خمسة زائد ستة هاي تمارين طبعا 11 خمسة زائد أربعة تسعة وهنا الجمع العمودي أربعة زائد أربعة هم بينه ثمانية وثمانية زائد تسعة 17 هيك جمع عمودي جمع عمودي يعني بدل ما جمعت هيك جانبي راح أجمع عمودي ثمانية زائد ثمانية راح يساوي لنا 16 هذا جمع عمودي وهذا يسموه جمع أفقي أوكي طلاب وعندي هنا سبعة زائد ثمانية راح يساوي لنا 15 فجد ناتج هنا قايل لك ستة زائد ستة 12 فإن ستة زائد خمسة شقد 11 إذا كان خمسة زائد أربعة يساوي لنا تسعة خمسة زائد خمسة وعندي خمسة زائد خمسة معناتها عشرة الخمسة معناتها العدد ويا نفسه وهنا عندي سبعة زائد ثمانية يساوي لنا 15 سبعة زائد سبعة واجب عليكم وهنا هم هذا واجب اطلب الى بنتك او ابنك يكتب جملة جمع تمثل جمع عدد مع نفسه شكرا لكم والى اللقاء